أهلا بكم في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. جردة بعيوب الدولة والنظام فندها رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل في احتفال قسم اليمين للمنتسبين الجدد، ومنها أن النظام السياسي الذي نعيشه أثبت فشله وحان الوقت كي نعترف بأنه هو المشكلة ويجب تطويره، إذ مع هكذا نظام إذا انتخبنا اليوم رئيسا للجمهورية سنبقى سنة من دون حكومة. ولفت الجميل إلى أن جزءا كبيرا من السياسيين والأحزاب يأخذون أوامرهم من الخارج، ونحن ننتظر اتفاق الخارج للتنفيذ في الداخل. وقال الجميل: المطلوب أن تكون الأولوية لمصلحة اللبنانيين، وبئس الأيام التي بات علينا الاختيار بين بشار الأسد وداعش، مضيفا: حق الشعب أن يقرر مصيره، وهذه الدول لم تكن لتقرر عنا من نريد رئيسا لنا لولا أن بعض السياسيين سلموا قرارهم للخارج. العلة موجودة بمن انتخبناهم نوابا لنا. وفي الحراك الأهلي وقفة تضامنية مع أهالي العسكريين المختطفين لدى داعش لمناسبة مرور 500 يوم على جريمة الخطف، ومناشدات للمسؤولين بإيلاء ملف أبنائهم الاهتمام اللازم لكشف مصيرهم وتحريرهم من قبضة التنظيم الإرهابي الذي أقدم صباح اليوم على قتل شاب من آل الحجيري ورميه على قارعة الطريق شرقي عرسال. إذن نبدأ من رياض الصلح والتحرك التضامني مع أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش. لمناسبة مرور 500 يوم على خطف تنظيم داعش جنود الجيش اللبناني التسعة، نظم أهالي العسكريين المحررين من قبضة جبهة النصرة وعدد من أبنائهم وقفة تضامنية في رياض الصلح مع أهالي المخطوفين لتحريك ملفهم. وأخيرا الحمد لله رجع البابا بالسلامة، كتير انبسطت برجعته عالبال، وكتير انبسطت انه رجعت عيط له بابا ويرد علي. بس بعد في اطفال مثلي بدهم يعيطوا لبيهم بابا بس مش عم يقدروا لانه بعده مخطوف، وهلا راح نضل نصلي ليتحرروا الباقيين. لم يمر علينا في هذه الدنيا مثل هذه الفرحة، ولكن ما زالت منقوصة والغصة تحرق قلوبنا على أبنائنا الذين ما زالوا في الأسر. نتضرع إلى الله عز وجل كما من علينا بأبنائنا أن يمن على إخواننا الباقين في هذه الساحة بخلاص أبنائهم الذين هم بمثابة أبنائنا. المتحدث باسم الأهالي حسين يوسف أكد استمرار الأهالي في تحركهم حتى يتحرر العسكريون التسعة. أبنائنا العسكريين 25 قضوا سنة وأربعة أشهر مع بعضه، كانوا عم يعيشوا كل لحظة بلحظتها مأساة ووجع وألم وخوف وقلق بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. الحمد لله وزيل عن 16 من أبنائنا الهم، وبعد في تسعة. هؤلاء التسعة أملهم بالله كبير، ونحن أملنا فيكم كبير، وأملنا برئيس حكومتنا واللواء عباس إبراهيم وكل الخيرين اللي اشتغلوا بهذا الملف كمان أكبر وأكبر. نحن كلنا ثقة وبنشد على إيد اللواء إبراهيم، ما فينا إلا ما نشكر لأنه يستحق الشكر. أنجزوا إنجاز، عجزت الحكومة عن إنجاز آخر يمثل هذا الإنجاز. ولفت الأهالي إلى أنهم بدأوا يلمسون جدية المسؤولين وعملهم المستمر للوصول بالعسكريين المخطوفين لدى داعش إلى بر الأمان. عثر صباح اليوم على جثة الشاب علي عبد الله فياض الحجيري مصابا بطلق ناري وملفوفا بسجادة في حي الجوبان شرقي عرسال. ونقل مراسلنا شوقي سعيد عن مصدر أمني أن تنظيم داعش الإرهابي أقدم على قتل الحجيري ورميه إلى جانب الطريق في الحي المذكور، وقد نقلت جثته إلى مستشفى الهرمل. الجميل في احتفال قسم الكتائبيين الجدد، المشكلة هي في النظام السياسي أولا.
أقام حزب الكتائب اللبنانية حفل قسم اليمين للمنتسبين الجدد في مجمع ميشيل سليمان الرياضي في جبيل، حضره الرئيس السابق ميشيل سليمان وحشد من الشخصيات السياسية. وعلى وقع النشيد الوطني ونشيد حزب الكتائب، أدى الكتائبيون القسم بقبدات مرفوعة معاهدين القيادة بالسير على نهج الحزب منذ تأسيسه. أقسم بالله وبشرفي أن أكون أميناً للبنان ولحزب الكتائب اللبنانية. وبعد القسم اعتلى المنبر رئيس الكتائب وبشر في كلمته أنه حتى إذا تم انتخاب رئيس الجمهورية سنبقى سنة بلا حكومة وسنة بلا قانون انتخابي، لأن النظام السياسي هو المشكلة. ولا واحد منا مستعد يكمل يعيش بالتعطيل. صرنا 8 سنين من أصل 8 سنين أو 10 سنين الماضية عشنا أنجأ 3 سنين مؤسساتنا مكتملة، كل الباقي يا بلا رئيس يا بلا حكومة يا بلا مجلس نواب. لهيدا السبب حان الوقت نعترف أنه نظامنا السياسي هو المشكلة، وحان الوقت أنه نطلع للمستقبل انطلاقاً من منطق إصلاحي، وهذا الإصلاح بيبدأ بتطوير نظامنا السياسي. الولاء للخارج، الأحزاب اللبنانية جزء كبير منها كل حال، والسياسيين بياخدوا أوامرهم من برا، واليوم عم ينحكى أنه رئيس الجمهورية عم بيتقرر بين هالدولة وهيديك الدولة، ونحن هون لازم نضلنا ناطرين تيتفقوا هن كرمال تنحنا نجي ننفذ هون. يا عيب الشوم يا عيب الشوم. هل قلة الاحترام، قلة الاحترام لسياسييننا يلي عم بيرهنوا قرارهم بالخارج. صرنا بالآخر آخر الزمان، صرنا مضطرين نختار إذا بدنا نمشي مع بشار الأسد أو مع داعش. نواب بيسمحوا لحالهم ما يقوموا بواجباتهم وما ينتخبوا رئيس جمهورية. إيه، لأنه صار كل شيء مسموح، لأنه ما عاد في قواعد، لأنه ما عاد في أخلاق. نفس الشيء عند الوزراء، بيقدروا الوزراء يسمحوا لحالهم اليوم أنه ما ينزلوا يحضروا مجلس الوزراء، يقاطعوا. قال يقاطعوا، نحن عم نقاطع جلسات مجلس الوزراء. عم بتقاطع مين يا حبيب قلبي أنت؟ ورأى جميل أنه على كل شخص يريد الترشح للرئاسة أن يقدم مشروعه، وبناء عليه يتبين إذا كان يلتقي معنا أم لا، ولن نصوت ضد قناعاتنا أو لأي مرشح يتعارض مع مبادئ الكتائب التي قدمت 6000 شهيد ليبقى لبنان كما قال. ذكرت صحيفة الحياة أن اتصالاً مطولاً جرى ظهر أمس بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأكدت مصادر الطرفين أن الاتصال كان ودياً وتخلله نقاش موضوعي رغم اختلاف وجهات النظر حول ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجي للرئاسة. هذا وأشارت مصادر قواتية إلى أن الحريري وجعجع اتفقا على تنظيم أي خلاف بعيداً عن السجالات وعلى تكثيف الاتصالات الأسبوع المقبل مباشرة وعبر وسطاء. في الكويت، أيدت محكمة الاستئناف الكويتية حكما سابقا بالإعدام على عبد الرحمن صباح عيدان، المتهم الأول في تفجير مسجد الإمام الصادق الذي وقع في رمضان الماضي وأسفر عن مقتل 27 شخصا، فيما خفضت حكم الإعدام إلى السجن 15 عاما بحق المتهم فهد فرج نصار الملقب بوالي داعش. كما برأت المحكمة 14 متهما من بينهم مريم فهد نصار التي كانت محكمة الجنايات قد حكمت عليها بالسجن عامين، فيما تم تخفيض أحكام السجن بحق متهمين آخرين. وكانت محكمة الجنايات أصدرت في أيلول الماضي أحكاما بإعدام 7 من المتهمين بينهم 5 فارين وسجن 8 آخرين لمدة تراوحت بين 2 و15 سنة.
في النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت أمس في السعودية بمشاركة المرأة للمرة الأولى في تاريخ المملكة، فازت المرشحة سالمة بنت حزاب العتيبي بمقعد في المجلس البلدي في بلدة مدرك بمنطقة مكة المكرمة وفق ما أعلنت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية. وقد تنافست العتيبي في دائرتها مع 7 رجال وامرأتين بحسب رئيس اللجنة أسامة البار، الذي اعتبر أن مشاركة المرأة في عضوية المجلس البلدي من العناصر التي تجسد حرص واهتمام الدولة بتفعيل دور المجلس البلدي وتمكينه من المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة. أهلا بكم من جديد. آل زكريا يعتصمون احتجاجا على توقيف ابنهم في حلبة بتشابه أسماء. نفذ شبان من آل زكريا اعتصاما أمام منزل بلال محمد زكريا في بلدة برج العرب احتجاجا على توقيفه قبل عدة أيام في حلبة بتشابه أسماء بحسب ما أكدت العائلة. وأوضح شقيق الموقوف أن بلال كان يعمل في إحدى الشركات التي توقفت أعمالها في لبنان، وقد أبلغته بضرورة الحصول على جواز سفر بهدف انتقاله للعمل في مصر، فقام بتقديم طلب لدى مركز أمن عام حلبة حيث جرى توقيفه نتيجة وجود مذكرتين بحقه بتهم تزوير شيكات واحتيال وإحالته إلى القضاء المختص. ضربوا اسمه لقوه عليه مذكرتين توقيف، بلال محمد عبد الفتاح زكريا عليه مذكرتين توقيف، خي اسمه بلال محمد زكريا، بس سمعوا بكلمة بلال محمد زكريا وقفوه مباشر، رجعوا دقوا مباشر للقاضي، ما نطروا، دقوا مباشر للقاضي، القاضي دغري قال لهم ابعتوا لي اياها على طرابلس، دلوا أول يوم وموقفين وما بعتوا لي على طرابلس، رجعوا تلفنوا للقاضي، قالوا له يا أستاذ يا قاضي هذا بلال محمد زكريا، هداك بلال محمد عبد الفتاح زكريا، كل شيء فارق، صرنا 5 أيام نركض ما خلانا حدا، خي موقف ظلم، هسه الملف للخميس ليخلص، ليش؟ ليش يا خي مظلوم موقف ظلم؟ اسم مشتبه، لشو هذا صورة خي، هاي صورة خي، لشو البصمات بياخدوها وقت بيعملوا هوية؟ طالما في بصمات بيعرفوا الشخص خلال 5 دقايق، طالبين اخلاء سبيله لانه الصبي عم يعمل باسبور بده يسافر، وهذا لاحق لمت عايشه، لا بحياته سرق، لا بحياته نصب، لا بحياته عمل تشيك، بالعكس عنده رصيد بالبنك. واذا دعا زكريا الى اخلاء سبيل شقيقه فورا، وضع القضيه برسم كل من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والعماد ميشيل عون. وزير الزراعة أكرم شهيب أمل في عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الطالع للبت بموضوع ترحيل النفايات، وقال شهيب في تصريح صحفي: وصلنا إلى خواتيم الملف والقرار يؤخذ في مجلس الوزراء، وذلك بعد اجتماعات جدية ومتواصلة ترأسها رئيس الحكومة مع الشركات المرشحة التزام نقل النفايات إلى الخارج. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية عن مقتل 23 شخصا وجرح 20 آخرين في حريق شب ليلا في مستشفى للأمراض النفسية والعصبية في مقاطعة فورونيش جنوب غربي روسيا. وذكرت الوزارة أنه تم انتشال 21 جثة في موقع الحريق، وتوفي شخصان في المستشفى متأثرين بجروحهما، مؤكدة أن الحريق أتى بالكامل على المستشفى المبني من الخشب. تلقت البرلمانية البريطانية المسلمة نصرة غاندي تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تأييدها شن الجيش البريطاني غارات جوية على داعش داخل سوريا، وجرى تحويل التهديدات الموجهة لعضو كتلة حزب المحافظين إلى الشرطة للنظر في مدى جديتها وما إذا كانت ثمة نوايا فعلية للاعتداء عليها. ووفق صحيفة دي تيليغراف، تشبثت غاندي بموقفها من ضرب التنظيم الإرهابي رغم تلقي التهديدات، قائلة إنها تعتبر داعش مسؤولا عن مقتل أناس من ديانات شتى سواء كانوا مسلمين أو أزيديين أو غيرهم، مؤكدة أن لا مجال لإحلال السلام في الشرق الأوسط ما دام داعش موجودا على الأرض.
رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإقرار مؤتمر باريس المناخي اتفاقا تاريخيا وقويا لمكافحة الاحتباس الحراري كما قال، معتبرا أنه قد يشكل منعطفا للعالم. وأشار أوباما إلى أن اتفاق باريس يرسي إطارا مستديما يحتاج العالم إليه لحل الأزمة المناخية ويوفر لنا آليات وهيكلا للمعالجة بصورة مستمرة وفعالة. وأضاف أوباما أن الاتفاق يمثل إشارة قوية بأن العالم اتجه بحزم إلى مستقبل منخفض الكربون، ويفترض أن يشجع الاتفاق الاستثمارات والابتكار في قطاع الطاقة النظيفة. وكان ممثلو 195 دولة أقروا السبت في باريس اتفاقا تاريخيا غير مسبوق لمكافحة الاحتباس الحراري الذي تهدد تداعياته كوكب الأرض بكوارث مناخية، وذلك بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة. الخبر الأخير من الأرجنتين، حيث تحول وسط مدينة بوينس آيرس إلى ساحة رقص لعشرات الأزواج الذين أدوا التانغو ليلة السبت. وقد اعتاد سكان المدينة وزوارها أن يتحول يوم الميلونغا إلى موعد للعزف والرقص، وخلدت عاصمة الأرجنتين يوم التانغو تزامنا مع ذكرى ميلاد نجمي الفن كارلوس غارديل وخوليو دي كارو اللذين ولدا في 11 من ديسمبر. كان في النشرة سامي الجميل: العلة في نوابنا ومعيب أن يقرر الخارج في انتخاب الرئيس. آخر الزمان صرنا مضطرين نختار إذا بدنا نمشي مع بشار الأسد أو مع داعش. 500 يوم على اختطاف العسكريين لدى داعش، وقفة تضامنية في رياض الصلح. كتير انبسطت إنه رجعت عيطلي بابا ويرد عليا، بس بعد في أطفال بس مش عم يقدر. وداعش يقتل شابا من آل الحجيري ويرميه على الطريق. سالم العتيبي أول سعودية تفوز في الانتخابات البلدية. هذا كان كل شيء في نشرة الظهيرة، موعدنا الإخباري التالي في النشرة المسائية عند 8:20. إلى اللقاء.